اي والله اي والله، يعطيك العافيه يا حمدو. هات الجنزيز يا عمر. ما تسوي شيء. يسلمون. اي الكل فالمطلوب الان يا بكوات انه نحكي لبعضنا قصه غنانا، او بالاحرى سبب هذا الغناء، او الخطوه الاولى يلي كانت السبيل المباشر لانهمار الاموال علينا. انا ما عندي مانع بلوم، وهالكلام جميل جدا. وشو رايك انت تحكي لنا بالاول يا بشير بي؟ يا سيدي انا قصتي بسيطه وقد راس الدبوس. انا من مده 10-12 سنه كنت معدم بتحل علي الصدقه، تعيس تعاسي ما بعد تعاسي، مزلول زل ما بعده زل، عدمان هفتان مفجوع، ان شفت المعلاق بقول يا سبحان الخلاق. سقى مي اشتغلت، عتال بالحي اشتغلت، صانع بالدباغه اشتغلت، حتى اجير حلاق كمان اشتغلت، بس ما في فايدة، يا دوب كنت طالع قوت يومي. ايه وبعدين؟ وبعدين يا مرحوم البي، ورثت عمي الملياردير يلي مات بأميركا. خد بقى، وبيقولوا لك الناس منين جمع هالأموال، وكأنك ما نضلت ولا كافحت. هو فعلا الناس ظلام، يعني ممكن بشحطة قلم صغيرة يلغي لك تاريخ كامل من حياتك وانت عم تجمع القرش فوق القرش. أنا يا جماعة ومثل ما بتعرفوا كلياتكم، كنت بزماني وبمستهل شبابي لاعب كرة قدم، وكانت النوادي تتخاطفني مخاطفة في ذاك الزمان. مرة من مرات لعبت لعبة رائعة بكرة القدم، جبت جول نظيف بمدغشقر، قاموا عطوني وسام، قلت ماشي الحال كتر الله خيره. ومرة لعبت مباراة عالمية بكوالالمبور، قمت جبت جول نظيف وصريح، قاموا عطوني ميدالية لا بأس بها، قلت الحمد لله كمان ماشي الحال وزيادة الخير خير. ومرة لعبت لكم لعبة بإنجلترا سنة 56، فكان أنه هبطت علي سروة لا تقدر بثمن، فحمدنا الله عز وجل، وهي هي بداية ثروتي يلي هلأ عم بتمتع فيها. بس يا هشام بيك، نحن انهزمنا وقتها قدام الإنجليز هزيمة نكراء، مو هيك يا بشير بيك؟ طبعا متذكر هالشي كتير منيح، بس كيف صارت هي؟ وليش بقى لحتى ما تصير اخي؟ ليش مين فكركون عطاني المصاري؟ مين؟ الانجليز. خد بقى، وبيقولوا لك الناس منين فلان الفلاني جمع هالثروة الطائلة، وما بيعرفوا ان روحه طلعت بالطول وبالعرض حتى قدر يصمصم القرش فوق القرش. أخي شو بدك بالناس؟ الناس ظلام والمجتمع عمره ما أصف مليونير. خدوني أنا مثلا مثال حي قدامكن. أنا يا جماعة كان في عندي نادي عائلي زمان فرنسا، وكان يرتادوا كل الناس الأغنياء والأكابر، مع أنه مساحته مو كبيرة، يعني فينكن تقدروا مساحته تقريبا مساحة بيت عادي، وفرشه كتير أكابري أنيق مزوق حلو، ورغم هيك مغالي مغالي. ويا ترى كنت مستأجره أجار ولا شاري شري؟ لا والله أجرة، وأنا كنت فاتحه لهالعوائل الكلاس الراقية لحتى تتسلى، وحاط لهم كام لعبة للتسلية. معلومك الأغنياء من رجال ونساء إلهم أمزجة خاصة وبيحبوا يمارسوا هوايات محببة. مثل شو عصام بيك؟ يعني شو ممكن حط؟ يعني كام طاولة لعب للوراء، طاولة روليت صغيرة مهضومة للتسلية البريئة، وماشين صغيرة، وشوية ألعاب يعني مثل هدول الثلاث ليمونات اللي بيجوا جنب بعض والثلاث كرزات، عرفتوهم ما هيك؟ معروفين سيدي معروفين. بس المصيبة انه الجيران اشتكوا علي في ذلك الزمان. اوف، وليش بقى؟ قال شو؟ ليش ضيوفي بينقروا على الباب نقرة مخصوصة حتى افتح لهم؟ وليش ما بستقبل بالنادي الا ناس معينين؟ ايه وبعدين؟ بعدين اشتكوا علي للحكومة في ذلك الزمان، قامت الحكومة مثل أبو عقل وعقلين، اجت بليلة ما فيها ضوء قمر، سكرت لي المحل وختمته بالشمال الأحمر، هون أنا بلشت رحلة العذاب والكفاح المريرين. إيه الله يكون بعونك. نو بروبلم. يا سيدي واستمر الحال هيك حتى اجت فرنسا وعطتني رخصة وفتحت لي النادي. هون أنا استوردت من باريس طاولات لعب وأجهزة أوريجينال.
بظرف سنة صار اسمي بلائحة مليونيرية. خد بقى. لا وشو بيقولوا الناس؟ إنه منين عصام شخلوعة جمع هالملايين وكأنك لا ناضلت ولا كافحت. أخي الناس ظلام، إذا كنت فقير بيظلموك وإذا كنت غني بيشلوا عرضك، شو هاد؟ لا وشو بيفكروا؟ بيفكروا إن المليونير بتجي المصاري هيك على بارد الماء، وفي ناس والعياذ بالله بيعتقدوا بيظنوا إنه المال والفهم ما بيجتمعوا مع بعضهم. شو هالحكي هاد؟ معقول يعني؟ معقول يكون الغني غبي؟ ايش تسمعوا على السمعة؟ اصلا لو كنا اغبياء ما كنا وصلنا لهالمواصيل. اي طبعا طبعا. وانا باعتقادي انه المليونير اذكى من المتعلمين والمثقفين والعلماء والمخترعين والادباء والرسامين والشعراء كمان. وراح اجيب لكم مثال. والله الامثله كثيره يا ماجد بيك. طبعا كثيره. مثلا خذوا مثال هي ابو شاكر مطربان. بتعرفوا شو كان يشتغل المطربان قبل ما يصير مليونير؟ أو بالأحرى مالتي ملياردير؟ شو كان يشتغل؟ كان عنده يا سيدي دكانة نص متر بنص متر، يعني كان يفوت فيها بالزور يتحش حاله فيها دحش، ولولا العيب والحياة كان فوت حاله فيها بالسكجك. أنتوا أكبر قدر طبعا. المهم وشو كان يبيع يا حزركون؟ شو كان يبيع؟ كان يبيع علب بارود صغيرة لصيد السمك، والله مبارك بالتجارة. بس لما صاروا هالصيادين يشتروا من عنده هالديناميت ويفجروا بالبحر والبر ويصيدوا فيه السمك والطيور، منعته الدولة وسكرت له محله. قام هو بذكائه وتدبيره صار يبيع هالبارود ومستلزمات الصيد من بواريد وبنادق وخلافه ومشتقاته، صار يبيعها بالسر. تهريب يعني؟ ولك شو تهريب وما تهريب انت التاني؟ هالكلمات وهالتعابير وضعية. ليش على زمن جدودنا ومن ألف سنة كانوا يعرفوا هالمصطلحات؟ قلوا لي كانوا يعرفوها؟ بالعكس، كان كل واحد يروح على البلد اللي بتعجبه يشتري ويحمل ويرجع يبيع ببلده. برافو عليك والله مبارك بالتجارة. المهم وين صار أبو شاكر مطربان هلأ؟ صار أكبر تاجر سلاح بالعالم، وما في صفقة سلاح بين آسيا وأوروبا بتتم إلا عن طريقه. بقى هذا غبي هاد؟ بالعكس، هذا يلي الله فاتح على بصره وبصيرته كمان. وما في مؤتمر اقتصادي بهالعالم إلا وهو وراء. يا سيدي تهنى والله يطعمنا مثل ما طعمه. بس آخ يا جماعة، يا ريت هالناس تعرف شو بيشقى الواحد منا لحتى يلقوا ترزقه. اي نعم، واكبر امثوله على استعمال الذكاء وتشغيل المخ هي تجربه هالعبد الفقير، الفقير لله تعالى طبعا، يلي قاعد قدامكم. احكي لهم احكي لهم احكي لهم اخي. هات لشوف يا سيدي، سمعنا. يا سيدي، المليون الاول يلي نزل بين ايدي هو بسبب القصه التاليه. هذا بزمانه، بزمان فرنسا يعني، كان في مجلة يومية اسمها بونجور يا عرب، واستعملت ذكائي الفطري ونشرت فيها إعلان بعنوان كيف تصبح مليونيرا، ومن جملة ما أعلنت عن استعدادي لجعل القارئ مليونير إذا بعت للمجلة نص ليرة ذهب كرسم لشراء كتابي كيف تصبح مليونيرا، وعطيتهم مهلة شهرين. ماجد بيك، هو انت من زمان الك براء بالكتابة؟ ها صحيح. وبعد شهرين يا أماسل كانت عشرات الألوف من الرسائل مكومة بغرفة رئيس التحرير، وبقلب كل واحدة منها نص ليرة ذهب. طيب رئيس التحرير ليش لحتى يوافق لك على هالفكرة؟ يعني شو اجا من وراء هالعملية؟ يلي اجا انه ارتفع مبيع مجلته عشرات الأضعاف بسبب هالإعلان. وبعدين؟ ولا قبلين، هي القصة كانت سبب سرائي ونزول المال علي مثل زخ المطر. طيب انت فعلا ألفت الكتاب؟ لك ما ألفت شيء انت التاني. لكن شو كان جوابك للناس؟ يا سيدي كان جوابي رسائل بعتها للناس عم قول فيها اذا بدك تصبح مليونير اعمل مثلي. وما حدا اعترض او اشتكى؟ لا،
لأنه الشعب وقتها التهى بمقارعة الاستعمار، بالإضافة لأنه المجلة سكرتها فرنسا. خد بقى. لقوا شو بيقولوا الناس؟ بيقولوا إنه الثروة هيك اجتنا فجأة بدون لا تعب ولا شقة ولا جهد. فعلا يا جماعة الناس ظلام كتير، إذا كنت فقير بيظلموك وإذا كنت غني بيظلموك. المهم أنا وباختصار شديد كنت فقير وأندبوري وبسوى فرنجين، كسمي ملعبج وهيئتي مزرية وحق صباط ما معي، كنت ألبس شحاطة زنوبة تبع الإبهام الواحد، وهذا مو عيب طبعا لأنه كلنا نحن الكادحين هيك. وفجأة يا جماعة الحظ ابتسم لي وودعت أيام التعتير والشحشطة. وشلون هيك؟ بعد الجهد والذكاء والتفكير وتعب الذهن دبرت حالي وعينوني بالجمارك، ومن هنيك كانت انطلاقتي. أي أنا بتذكر هيك شيء، بس عدم المؤاخذة يعني بوقتها فاحت ريحتك على المظبوط. برافو عليك، لما فاحت ريحتي على المظبوط استلمت المدير العام لشركة الجرابات. خد بقى، وبيقولوا المليونيرية ما بيعرفوا يناضلوا وبيعتمدوا على الحظ. شوفوا المليونيرية، شوفوا.